مشاكل الولد اخطر من البنت. انا شايفه كده من وجهه نظري برضه. مشاكل الولد اخطر من البنت. ودلوقتي اخطر واخطر لان لا الزمن. والبنات كمان. لان لا بس الولاد يعني حتى فكره الذكوريه زمان او انه الولد بيتعامل بشكل غير البنت زمان، فبيبقى البنت هي دايما اللي مقفوله عليها او هي اللي بتتراقب اكتر، والولد بيسيبوه او معرفش ايه اللي بيبقى، اللي هو الولد في الشارع عادي ينزل في الشارع عادي يعني مش عارفه ايه. بس في مشاكل الولاد ناس في ناس ما بتستوعبهاش ان الولاد عليها في خطر كبير عليهم طبعا. زيهم زي البنات، ويمكن فعلا زي ما ليلى بتقول على فكره أكتر. زي بعض يعني كلنا زي بعض في كل حاجه، يعني زي ما بتخاف على الولد في حاجات سواء حياته الطفولية تبقى سليمة لما بيكبر شوية والمغريات اللي موجودة أيوة. اللي بتضيع المستقبل والدماغ وكل حاجة صح. نفس الحكاية ما هي البنت بتتعرض لها برضو.